ناخذ هذا الموضوع 2 كوادرنت 3 فيز كونفرتر دي سي موتور درايف. هسه بالنسبة للأسئلة الشرحية، قبل شوي يعني تكلمت لكم عن الأسئلة. الأسئلة الشرحية ممكن تجيك هذا السيستم ومبدأ العمل مالته، شنو الفكرة مالته، شنو شو يصير إذا صارت هاي الحالة، شلون أغير السرعة، شلون أغير يعني هذا السيستم، وهاي الأسئلة الشرحية اللي ممكن تجي عليه، هاي كنموذج من الأسئلة. على العموم هنا الموضوع هو 2 كوادرنت 3 فيز كونفرتر 2 كوادرنت، يعني هم اشتغل هذا حسب ما مكتوب انه ممكن ان يشتغل بالاتجاهين، فيشتغل فاحتاج انه اشغل الماطور بالربع الاول والربع الثالث بالاتجاهين، يعني هذا ما بي بريك. فايضا من اريد اشغل ماطور بالاتجاهين اضطر انه الكونفرتر ما تيكون ديوال، يعني تو انتي بارلل كونفرتر. هنا هو واضح ورسمنا اياها بشكل بلوك. على العموم هذا هو الماطور، هذا الماطور مالتي، هذا الارميتشر، دائره الفيلد، دائره الفيلد فارض ان الفولتيه مالتها ثابته. ايضا شنو التعليق اللي نقدر نحصل عليه؟ بما انه الفولت عفوا الفيلد الفولتيه مالته ثابته، فالفيلد كله ثابت، ما اقدر اغير قيمه الفيلد، فهذا السيستم ما اقدر اشغله بمنطقه الفيلد ويكنينج ريجن، ما اقدر اتلاعب او اغير بقيمه الفيلد حتى اغير السرعه. اوكي، هذا هو الارميتشر، مربوط له حمل ميكانيكي حتى اقيس السرعه، اكو تاكوميتر يقيس لي السرعه. الارميتشر تم تغذيته من هذا البريدج كونفرتر، سواء سنجل كونفرتر او ديوال، على العموم فات كونفرتر من ياخذ الباور سبلاي مالته من مصدر 3 فيز، ممكن ان يمر عن طريق ترانسفورمر اذا اريد اغير الفولتيه، او اذا الفولتيه هي نفسها المتوفره السيستم مالتنا 380 فولت ما احتاج ترانسفورمر، اكيد احتاج فتشيل الحمايه فت كونتاكتر او فيوز او الى اخره، فهذا فاست اكتنج كونتاكتر. هذا الباور سبلاي او هذا عفوا الكونفرتر، الكونفرتر ايش يحتاج للعمل؟ انه احدد له قيمه الفا. فهسه شويه نتجه، انا حكيت لكم جهه الماطور والكونفرتر، هسه نحكي شويه على الكنترول. الكنترول المحصله ما لازم تحدد لي قيمه الزاويه الفا. خلينا نشوف ايش راح يصير. انا هذا السيستم اريد اشغله عند سرعه معينه، فلازم اني احدد له السيتنج بوينت، الريفرنس سبيد، الريفرنس السرعه اللي اني امر السيستم هذا انه يشتغل عندها. راح ارجع اشاره السرعه، هذا التاكوميتر راح يقرا لي قيمه السرعه، اكو فلتر بالطريق حتى تطلع لي الاشاره خاليه من النويز، اذا هنا راح ترجع لي قيمه المجرد او الاكتوال سبيد، السرعه الحاليه اللي يدور بها المحرك، اقارنها ويا الريفرنس سبيد راح يطلع لي هنا ايرور. الفارق بيناتهم هو الايرور، الايرور راح ادخله على سبيد كنترولر، وغالبا ما يكون الكنترولر هو بي اي او مرات بي اي دي. على العموم الباراميتر مال البي اي كنترولر يتم تعييرها او يتم تصميم هذا الكنترولر بحيث هنا راح تطلع لي قيمه الريفرنس فاليو اوف تورك، هذا هو التورك الحقيقي، الريفرنس فاليو عفوا للتورك. بما انه انا ما اقدر اقيس التورك وراح اقيس التيار، فالتورك احول قيمته الى التيار الريفرنس، هذا اي اي ريفرنس، هاي النجمه معناها ريفرنس. شلون؟ فقط اقسمه على هذا الكي اللي هو موجود عندي بال، اقدر اخذه من معادلات اقدر اخذه من معادله الماطور، فاقدر احصل على الاي اي ريفرنس من التي ريفرنس. الان صار عندي قيمة التيار الرفرنس. أيضا أنا لعمل عمل هذا السيستم أحتاج أقيس قيمة التيار، فهنا عندي
سي تي أو خلينا نسميه كرنت سنسر يقيس لي قيمة التيار، هذا الجين الفيدباك جين يمثل لي السنسر قيمة الجين مال السنسر. السنسر راح يقرأ لي تيار، يحول هذا قيمة التيار إلى إشارة. فايش قد الجين يعني هذا التيار ايش قد راح ينضرب حتى تطلع لي هاي الإشارة، هذا هو الجين الاتش سي. إذن راح تطلع لي راح توصل لي هنا الاكتوال فاليو اوف كرنت، وهنا عندي الريفرنس كرنت، ايضا الفرق بيناتهم راح يطلع لي ايرور، الايرور راح يدخل الى كرنت كنترولر، ايضا غالبا ما يكون بي اي. الاوتبوت مال هذا او الناتج مال هذا الكنترولر راح تطلع لي الفي سي الايرور سيجنال، هاي تدخل على فد بلوك معين مر علينا سابقا راح تتحول الى قيمة الزاوية الفا. هاي الزاوية الفا هي اللي راح تحدد لي عمل هذا الكونفرتر. هاي بصورة عامة الدائرة. هنا فاتني انه حتى احدد، مرات ترجع لي او بعض الحالات هنا هذا الايرور يصير بي فد امبلس، فتصعد الى قيمة عالية قيمة الايرور نتيجة لتغير مفاجئ بالسرعة او تغير مفاجئ بالنسبة للأوميجا. هنا راح يصير اكو عندي فت صعود عالي جدا بقيمة هاي الإشارة، وبالتالي هنا راح يصير عندي أيضا صعود عالي. هذا شنو معنى؟ إذا صارت عندي قيمة التي ريفرنس وبالتالي الآي ريفرنس تصير عالية، يعني أنا إذا أأمر المحرك إنه يشتغل التيار عالي جدا راح أنطي إشارة أقول له اشتغل بتيار عالي جدا، وهذا ممكن أن يسبب لي مشاكل. فهنا هذا البلوك راح أخلي بداخله ليميتر اقطع الفولتيات او الاشارات العاليه اللي راح تجيني بالخطا، خلينا نقول راح اقطعها عند مستوى معين حتى لا اتجاوز الكابابيلتي او قدرات الماتور وقدره او الكاباسيتي مال الكونفرتر. فهذا هنا اكو ليميتر، وبما انه هذا السيستم يشتغل بالاتجاه، يعني تشوف هنا التي ريفرنس ممكن ينطيني بقيمه موجبه قيمة سالبة، أنا قلت لكم هذا السيستم أريده يشتغل بالربع الأول والربع الثالث، فأيضا هنا أسوي كت وهنا أسوي كت. هسه ضمنت أنه قيمة الآي ريفرنس ما تقمز إلى قيمة عالية جدا بحيث تسبب لي مشاكل بالكونفرتر أو بالماطور. هسه لو ننظر نظرة إلى هذا السيستم، هذا السيستم بي 2 لوب، هذا اللوب الداخلي اللي هو الكرنت لوب، هنا تعاملنا كله ويا التيار، قسنا تيار، قارنا تيار، طلعنا تيار، وبالتالي طلعنا الايرور سيجنال. بينما الاوتر لوب هذا اللوب الخارجي هذا يسموه السبيد لوب، كله تعاملنا ويا السرعه، اخذنا الاكتوال سبيد، دخلنا الريفرنس سبيد، طلعنا الايرور مال السبيد، وصار الكنترول هنا على السبيد. فهذا السيستم الداخلي يتحكم بقيمه التيار، والسيستم الخارجي عفوا واللوب الخارجي يتحكم بالسرعة. على السريع خلي ناخذ حالة، هسه الماطور متوقف، تيار هنا صفر، السرعة هنا صفر، والماطور ما يشتغل. راح انطي تيرن اوف تيرن اون، راح اشغل الماطور واقول له اشتغل عند سرعة معينة، خلينا نقول 1000 ار بي ام. الايرور هنا بهذه الحالة ايش قد راح يكون؟ ماكسيمم فاليو، لان الالف راح تنطرح من صفر، حاليا السرعة صفر باول لحظة تشغيل الماطور السرعة صفر، فهنا ماكسيمم فاليو هاي الاشارة، وبالتالي التي ريفرنس ايضا راح تكون ماكسيمم فاليو، وبالتالي الاي ريفرنس ايضا راح تطلع ماكسيمم فاليو. يعني اذا اقول للماطور اشتغل يعني امرر تيار سريع لان اريد اشغل الماطور واصعد السرعه من الصفر الى الالف، هنا ايضا راح تطلع الماكسيمم فاليو الاي ريفرنس. التيار اللي دي يجيني حاليا الاكتوال كرنت اللي دي يرجع لي فيدباك صفر، فهنا الايرور ايضا ماكسيمم فاليو، وبالتالي راح تطلع الفي سي ماكسيمم فاليو. هذا راح يحقق لي انه الالفا هي المينيمم، تكون فشي قريب من الصفر حتى تدفع لي فولتية دي سي عالية جدا حتى تشغل لي الارميتشر بسرعة دوران عالية. راح يبدي راح يصير اكسلريشن، يبدي الماطور يدور من الصفر، تصعد السرعة وصولا الى سيتنج بوينت. شوف انا ايش قد محددة، مثل ما قلنا 1000،
إذا السرعة تجاوزت الألف، شنو اللي راح يصير؟ هنا راح يصير الـ Actual Speed أكبر من الـ Reference Speed، فهنا الإشارة راح تصير بالسالب. الـ Output مال الـ PI Controller راح يطلع لي حسب الديزاين، راح يطلع لي فتقيمة قليلة جدا تقترب من الصفر للتير ريفرنس، وكذلك الاي ريفرنس راح تكون قيمته قليلة، هنا البي سي راح تكون قيمتها عالية، وبالتالي راح تتحدد قيمة الفا غالبا ما راح تكون عفوا هنا البي سي راح تكون قليلة، هنا هذا كله قليل، وبالتالي راح تطلع قيمة الالفا عالية، يعني يا ماطور او الفولتية اللي راح تجهز الماطور راح تكون بفولتية قليلة، وهكذا راح تبدي الكنترولر يزيد ويقلل ويزيد ويقلل بالسرعة حتى يحافظ لي على سرعة دوران تساوي 1000 RPM أو أي setting point أنا أحدده. هذه باختصار عمل الماكينة أو عمل هذا السيستم. الآن نريد نأخذ تفاصيل أكثر على الدرايف سيستم، على الدي سي موتور درايف سيستم. اكو بعض الاليمنت هنا، احنا هسه عرفنا اذا نرجع مثلا هذه الدائره بعض الاجزاء نعرف الترانسفير فانكشن، انا اريد هسه ارسم ترانسفير فانكشن للسيستم بشكل كامل حتى احلله من ناحيه الكنترول. بالنسبه للماطور احنا اخذنا الترانسفير فانكشن اخذناها سابقا، بالنسبه للكونفرتر ايضا اخذنا فد ترانسفير فانكشن، بس اكو بعد الاليمنت هاي الاجزاء الباقيه كلها ما اعرف الترانسفير فانكشن مالتها، من ضمنها هذا الفلتر اللي هو يكون مربوط دائما بالتاكوميتر، الكنترولر سواء الكرنت كنترولر او السبيد كنترولر ما اعرف ايش قد او الترانسفير فانكشن. فهنا هذا الموضوع اللي جاي راح ناخذ الترانسفير فانكشن اوف سب سيستم، يعني بعض الاجزاء المنظومات الصغيره اللي موجوده بالدرايف سيستم. خلي نرجع شوي نراجع معلوماتنا. الدي سي موتور ودلود، تتذكرون احنا بالفصل الثاني اخذنا ترانسفير فانكشن اللي هو كان هذا هو الترانسفير فانكشن، يبدي منه من اي اي ينتهي بالاوميجا وبي هذا الفيدباك، هذا هو البلوك دايجرام للدي سي موتور نفس اللي كان بالفصل الثاني. زين، المشكلة انه لما حخلي هذا الماطور داخل سيستم، ان الماطور هذا عندي بي هذا الفيدباك، وانا احتاج ارجع فيدباك مال اي اي مثل ما شرحنا قبل شوية حتى اقارنه ويا الاي اي رفرنس، هنا صار عندي تداخل بين هذا اللوب، هذا اللوب متداخل مع هذا اللوب، وهذا بالكنترول راح يسبب لي مشاكل وما اقدر اختصر هذا السيستم، لذلك راح ارجع الى هذه البلوك دايجرام مال الماطور الدي سي، ولازم احور بيه احاول اتخلص من هذا التداخل الاوفرلاب اللي صار بين التو لوبس.